حتى وانا الزمان صعاب والمعيشه وعارت والصير ديال الدري بكري كانوا يعيشوا به 8 وكل شيء كان صحيح. دابا الدري الله يتزاد خاصو الحليب خاصو ليكوش خاصو الدواء خاصو الوقيد عزت هذه خاصو البيغلو البيغلو سميت هذه الرضاعه هذيك 16 كل وحده في لون وحده في الصفر وحده في الاحمر وحده في الخضر. انا نعقل على الوالده كانت حامله بيا مشات تحطب ولدتني تم جيت هازه انا وياها ومن هش معاه يقولوا مسخوط عالزيادة ديالي وحلو فيها. نهار شدتني القابلة حطتني كانت عندنا واحد الخامية موسخة نتفتها وقمطتني بها ضربني البرد شدتني الشقيقة. عمركم شي واحد يلا تزادوا فيه الشقيقة؟ واحدة شافتني نبكي الله يخلصها واحد البراز سخون حدا ديالتي اخواتو لي في امي وليت نمص معنا مقمط وطاحت عليا الكرش وفيا الشقيقه ومشى حلي حدايا البخور واش هذه زياده ولا مولاي واش عيب. وتعرفوا مولاي واش عيب صاحبي من بعد نعاود ليكم هذا السيد غتزورو الزياده ديال الدراري الزوينين نهاري زاد الحليب خاص بي والحليب ديالهم ما فيش حليب ماشي بحال الحليب ديال امي القوتي ديالو بحال فيه لا كريم فريش لا دان تيبان او شوكولا لا بغاو عاي فاطمه كيبدا عليها شي غير ما تفطميش باسكو ليكول غادي تعقد يا ودي على ليكول يا ودي وها فلوس المدرسه ديالو تعيشنا حنا 7 سنين يا واجو شوفوا القوتي عندي انا مش هايتكم فيه بالزوت امي واحد شدك ديال المحراش كنضرب دغمه ونمش دغمه نضرب دغمه كنضرب دغمه ونمش دغمه 8 سنين نهار جلدت وما بقاتش حامله ني دارت فيها السودانيه في الفلفله الحاره من ثم بقيت نحمل بالزوله حتى واحد النهار جات عندنا حليمه جارتنا وانا نقول لها حليمه دي فيها الحار ولا بلاش هي دفعني والوالده كانت ديني مع الحمام شو النيه كي دايره قاد ديني مع الحمام حتى درت موسطاج عاد عرفوني كبرت اولو المشاكل الناس ولات باغا تنشط انا ديك النهار الصراحه بغيت نشط مشيت عند واحد مول الكاسيط قلت له يعطيني داك الدويسك الزوين ديال باغي نساها هو يبدا يضحك قال لي هذه شي وحده ضرافه العفريت قلت له لا خويا مول الكره ساني 4 شهور والموده والمشاكل الله الله بدا يبكي بدا يبكي تميت غادي بداك السيدي قال لي عدي بقيت فيه هو يبكي وانا نبكي هو يبكي وانا نبكي وخارج برا هو يبكي وانا نبكي تتقاوت معاه قلت لي قاولبتك